هو من هم الحدادية؟ أهل الحديث الحدادية يسمون المحمود الحداد المصري، وشخص جاهل مركب يعني متعلم معجب بنفسه، اطلع على بعض آثار السلف وأراد أن يقوم مقام يعني أحمد ويحب معين في الأمة يعني بجهل مركب، فقال في أطروحته الذي قبلها عدد من الجهلة من أتباعه في ملزمة له ولا يعرف حتى بعلم، كان كاتب في بعض الجامعات طابع، فيقول لاحظنا على من يسمى سلفيين وأنا منهم يعني هو يسمى نفسه سلفي، وأراد به الشيطان أن يضر الدعوة السلفية، يقول هذا السلفي شوف كيف يسقطون المشايخ بن تيمية وهم براء منه الحمد لله. قال لاحظنا أنهم إذا جاءوا لسيد قطب أجروا عليه سيف الإسقاط، سيد قطب جاهل ويقول بحث الوجود ويسقطونه، يجون لابن تيمية الذي أخطأ في مسألة كذا وكذا ويعظمونه، وعن الباطل أو الخطأ ينزهونه. فقال إذا بيصير فينا يا أمة محمد مثل ما صار في الأمة قبلنا، إذا سرق فيهم إيش ضعيف، ها سرق الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم إيش الضعيف أقام. فسيد قطب كان ضعيف حليق يعني هو من أهل العلم ولم يشرح كتاب واحد، نسفتوه وجاء مثل ابن تيمية أتعاميت عن خطأ، لا نسقط الاثنين إذا اقتضى الأمر، سنسقط ابن تيمية ونسقط قطب، وصار لهم ألسن حديدة على المشايخ، يسقط هذا ويسقط هذا ويسقط هذا من غير دليل، وليس هذا من باب الرد العلمي كما فعلت عائشة، قد أخطأ ابن عمر والنبي شدد مع اعتقاد النبي أن هذا على السنة اللي هو قال إنكم رؤكم فيك جاهلية، فلا يعني التشديد التبديع كما يفهم بعض الجهلة. والرد العلمي فحينئذ يبدعون بجزئيات لا يستحق بها صاحب السنة التبديع والخروج عن وصف السنة، فيعاملون معاملة الإخوان، يعاملون معاملة الصوفية، يعاملون معاملة أهل البدع، ويحذرون تحذير صريح، هؤلاء مسقطة العلماء من أهل السنن هم الحدادية، هم أخطر. ليش؟ لأنهم يظهرون لك نصوص السمع والطاعة والإنكار على الإخوان والإقالة السورية والتبليغ، وفي نفس الوقت يسقطون من هم أجدر منهم بالعلم في الرد على هؤلاء، وإنهم آثار يحفظونها كما قال الباني عنهم من الزنود غير موضعة وضعفاء يعني من هذه الجهة العلمية، لكن يسقطون من هم أجدر في الرد على أهل هواء لكمال وقوة علمهم، فيسقطونهم لتبقى الساحة معيرة بمثلهم، يقول شوف هسافين شوف أسقط تكلم على شيخ الإسلام كيف تكلم على مدري شلون كيف وأمر بحرق كتب ابن حجر إلى آخر. لذلك بعضهم اشتبه في الحدادية حتى جاني أظن من الإخوان جاء واشترى في كتب ابن تيمية لأنه نقل لأنه السلفيين يحرقونها، لا هذول الحدادية ابن حجر حدادية مو أتباع السلف، أتباع السلف ابن باز يقول يعني ورث ابن حجر تراث كبير في اللغة وبعضها ما خرج لعالم في لا زال في عالم المخطوطات، فصارت الحاجة إلى كتب ابن حجر كتاب ابن حجر الفتح ونحو ذلك كحاجة العلماء من قبل أو رواة الحديث إلى حديث عمران بن حطان صاحب بدعة لكنه صدوق في دينه وإيش ولا بد من رواية الحديث عنه، راوي حديث روى حديث نسمع الحديث، هؤلاء كذبة صاروا يكذبون الإخوان جه، كيف تخليه إيش تلجأ لعلمه ويكذب كيف؟ ثاني حاجة ما بلغ مثل ابن حجر عنده تراث معشار 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 ما عند ابن باز، هذا نترك مع السهل هو يأمر بالدماء ويأمر، كيف تقيسه على ابن حجر يا جاه؟ عرفت؟ فهم صاروا ينادون بهذا، يقول وعكس الحدادية الإخوانجة المميعة، ولا يقول كما أنك حفظت مكانة ابن حجر احفظ مكانة سيد قطب، شوف يعني كلهم جازفات وأهل
شريعة وسط، يسقطون الجاهل والمبتدع.